خلونا الاول بعد اذن حضراتكم قبل ما نبتدي معاكم سلسله اخبارنا وقبل ما نعرف من نهاوند كواليس هذا الايفنت المحترم الراقي اللي كلنا يعني اتشرفنا بيه يوم الخميس الماضي، عايزين نقول لحضراتكم ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والساده اعضاء مجلس الاداره وايضا المدير التنفيذي كلهم تقدموا بخالص التعازي للكابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي في وفاه والده الذي وفاته المنيه امس، داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الاسره الكريمه الصبر والسلوان. واحنا طبعا بدورنا بنتوجه بخالص التعازي للكابتن جوهر نبيل. يعني اكيد كل التعازي كابتن جوهر، وكلنا اكيد يعني زعلانين على هذا الفقد، ان شاء الله ربنا يرحمه ويعني يرزق حضراتكم اكيد بالصبر.